طبعا كمان عايزين نقول لكم ان يعني من ضمن الحاجات اللي عايزين نحكي لكم عليها ان تدريبات امبارح شهدت مشاركه محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشه واكرم توفيق ثلاثي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي شاركوا في المران الجماعي على ملعب التتش. طبعا ده حصل بعد ما اتحولت نتيجه المسحه الطبيه الخاصه بيهم من ايجابيه الى سلبيه الحمد لله، وطبعا ده حصل بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي. مرة تانية كل التوفيق إن شاء الله، وزي ما كريم قال النقطة دي مهمة جدا، أعتقدش الأهلي بيلعب بروح اللي هو الخصم اللي قدامه قوي أو ضعيفة، وبيلعب بروح واحدة، بيبقى الهدف واحد، إحنا عايزين نفوز. القصة كلها إن إحنا مش عايزين نتعادل حتى أو إن إحنا نعدي ماتش وخلاص، إحنا هدفنا دايما بيكون رقم واحد، وده على كل يعني على صعيد كل الرياضات مش بس كرة القدم.